خليني أعرف من حضرتك بداية كيف تابعت المؤتمر وأهم الحاجات اللي كانت موجودة في المؤتمر وتأثيرها على الأرض. الحقيقة أنا كان لي الشرف إن أنا شاركت في المؤتمر كمان بإعداد اللجنة يعني المحاضرات الخاصة بالقلب في المؤتمر. والحقيقة المؤتمر ده كان شديد التميز لأن الحضور فيه كان غير عادي، يعني حضروا 32 ألف واحد شخص أو 32.800 شخص، وده رقم كبير. كان المؤتمر محافظ على أنه الحضور من أول يوم إلى آخر يوم بنفس الكافية. الحقيقة برضو كان واضح قوي أن كان فيه 270 متحدث مصري وأجنبي في برنامج علمي، في 65 جلسة حوارية، كان في برنامج تعليمي للزمالة المصرية، وده حاجة كانت متميزة جدا، فيها 47 جلسة وورشة عمل، في 375 متحدث في 31 تخصص، وده كان إبهار وكان الحقيقة أكتر من المتوقع. كان زي ما حضرتك قلتي في اهتمام شديد بالسكان، وكان في يعني محاولات للوصول لحلول مبتكرة لمواجهة الزيادة السكانية. كان في برضو محاولة لجهود حقيقية لكافة قيادات وزارة الصحة والسكان وشركاء التنمية في البلد. الحقيقة أنا كنت شايفة إن هو كان منصة أساسية لمناقشة قضايا السكان والصحة والاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والتركيز على تحسين جودة حياة المواطن في جميع جوانبها. الحقيقة كان كمان في تعظيم لدور المجلس القومي للسكان ونقل تبعيته لدولة رئيس مجلس الوزراء، وكمان كان ظهرت ونوقشت الاستراتيجية القومية للسكان. واحنا عارفين طبعا أن الزيادة السكانية بتلتهم جهود الدولة كلها الحقيقة في أي تنمية، لأنها بتفرض عليها ضغوط شديدة. نمو السكاني ليه تحديات وإحنا عارفينه، وخاصة نمو سكاني غير منظم، فبيدي عبء شديد جدا على الدولة. حضرتك قلت جملة يعني دعينا نقف أمامها يا دكتورة، وهو في إطار جهود حقيقية. كلمة حقيقية هنا معنى كده أن في جهود غير حقيقية كانت بتبذل، حضرتك كمل لي توضيح اكتر. احنا بنقول ان دي في، انت عارفه حضرتك المشكله السكانيه دي مشكله قديمه جدا ومشكله ازليه وبذلت، فانت لازم تفكري من يعني خارج الصندوق، او انك انت بتفكري بحلول مبتكره، تعملي استراتيجيه واضحه، لان الحقيقه احنا محتاجين فعلا ان يبقى في توعيه للجماهير، يبقى عارف ايه خطوره انك انت يبقى في زياده سكانيه غير يعني منظمه وغير واضحه. عندنا تعزيز كمان، احنا عندنا مشاكل بيئيه واضحه، فطبعا لازم كان واضح ان كان في تعظيم وتفعيل لدور المنظمات غير الحكوميه في حشد دعم المجتمع والاسره، وده كمان مهم جدا لأنها الأكثر قربة للمواطن. يعني فكرة المواطن ما بيلجأش لأماكن الصحة لما يكون عنده مشكلة حقيقية، يعني تعبان أو يحتاج البحث عن مشكلة، لكن المنظمات المجتمع المدني أو الجمعيات أو أي مكان اللي حضرتك مسمى اللي عايزة تسميه، المجلس القومي للمرأة، هي ممكن توصل للمواطن أسرع، بالعكس يكون لهم مصداقية. بالضبط. فطبعا يعني ده كان مهم قوي، لأن أنت بتحاولي ان انت كان في كمان زياده للمشاركه مع القطاع الخاص في برنامج السكان والتنميه والصحه. وكان زي ما احنا عارفين كان يعني العنوان بتاع المؤتمر مهم قوي، كان اسمه سكان اصحاء من اجل تنميه واستدامه، الربط بين الصحه والسكان والتنميه، ده كان الحقيقه مهم قوي. فأنا أعتقد أنه هو يعني أتى بنتائج مرجوة، كان برضو غير الأهداف السكانية اللي كانت محطوطة في أهم الأولويات المؤتمر، لكن فيه كان برضو اهتمام بندوات بعلم مقدم لطلبة الزمالة، ورش عمل جميلة جدا. فكل ده الحقيقة
كان مهم جدا. عندي سؤال. زي ما احنا بنقول اتفضلي فضل. هو يعني انا بس محتاجه من حضرتك تفهميني، هو المفروض المشكله هي على مستوى العالم في زياده، بس انا هي مشكله اصلا محليه اكتر مصريه اكتر، لماذا تم تدويل المؤتمر يبقى دولي اكثر ما هو محلي؟ مش كنا محتاجين يبقى محلي بحيث يبقى القضيه مغلقه اكثر تركيزا على جوانب المشكله اكتر، ولا بنستفيد بالتواجد الدولي؟ المؤتمر كان فيه يعني جوانب كثيرة جدا مهمة، لأن هو كان في طلب لتنمية الموارد، بنشوف خبرة الدول الأخرى، ارتقاء بقدرات العاملين في المجال السكاني على مختلف مستويات العمل، كل ده كان مهم. فأنت بتاخدي الخبرات الأجنبية، أنت ما فيش كل، وكان حقيقة كان في حفاظ شديد على خصوصية كل مجتمع محلي. فإحنا بنشوف لا بالعكس، أنت نقلتي خبرات الآخرين، كان في أساتذة جانب إدوا تكلموا في العلم. كان أنا بالنسبة لجلسة القلب اللي أنا كان ليه الشرف إن أنا من ضمن الناس اللي ساهموا في إعدادها، اتكلمنا على الذكاء الاصطناعي وأمراض القلب والمستقبل. محاضرتي اللي أنا قدمتها كانت بعنوان التعليم الطبي المستقبله في مصر. كل ده بما كان يعني بنقول إن إحنا بنتكلم عن المستقبل بكل أنواعه، ما كانش منصب بشكل خاص على المشكلة السكانية، وإن كانت القضية السكانية ولو إن كانت هي الأساس.